تسعى وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور إلى الاستعانة بأبرز ما توصل إليه العلم الحديث من ابتكارات وحلول تحاكي مجال الأمان على الطرقات للتقليل من مخاطر الحوادث المميتة وتخفيض حجم الخسائر التي قد تطال الأرواح والمركبات. أكثر من 50 كاميرا مراقبة توزعت على مختلف الشوارع الحيوية للمملكة، إلى جانب ما يزيد على 40 دورية حديثة تم تخصيصها لمراقبة المخالفات المرورية، ما من شأنه زيادة حجم الالتزام من قبل السائقين بقواعد الطريق. إن ضبطت متلبسا وأنت تقود مركبتك بسرعة جنونية عبر كاميرات استوطنت أعمدة بالقرب من أماكن الخطر المعلومة، فما عليك بعدها إلا أن تستقيم لتبدأ أول خطوة نحو تعديل سلوكك في السياقة للنجاة ما أمكن من شبح الحوادث التي تباغت عالمك برمش العين. وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لم تفتك عن الاستعانة بأبرز البرامج والوسائل وحتى التقنيات العالمية الحديثة التي طالت عالم الأمان على الطرقات، سياسات هادفة ترمي بشرر تلك المؤشرات السلبية التي قد يفصح عنها بين الفترة والأخرى الرسم البياني الدال على حدوث ارتفاع بنسب الحوادث المميتة، رسم قدر له وبالسرعة الممكنة أن يلامس الانخفاض عبر إحلال جملة من الأنظمة والقوانين فرضت ذاتها كضوابط توجب السائق التقيد بها حفاظا على حياته بالدرجة الأولى. من خلال دعم سيدي معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله اللامحدود بتزويد الإدارة العامة للمرور بأحدث الأجهزة والكاميرات المتطورة لتنفيذ تكنولوجيا القانون بأحدث نظام على مستوى العالم، ومن خلال وضع كاميرات ثابتة على جميع شوارع مملكة البحرين، وهناك دوريات متحركة بها أحدث الأجهزة المتطورة، وهذه الأجهزة والأنظمة والكاميرات التي وضعت بالإدارة العامة للمرور حفاظا على سلامة أرواح وممتلكات المملكة البحرين من أجل رفع مستوى السلامة المرورية بجميع شوارع مملكة البحرين. الكاميرات الذكية اللي محطوطة بالشارع السائق يستفيد منها، أول شيء يدير باله عن السرعة، يعرف ان الناس قاعدة تراقبه، تصور الكاميرا اذا طاف الاشارة الحمراء فيحد من هذه التصرفات الخاطئة. اكثر الناس اللي تشوفها في الشوارع يعني قامت تلتزم بالحزام، التليفونات اللي كنا نشوفها قبل عندهم في السير يتكلم خفت، باقي القليل فيهم. حدثت من السرعة من الحوادث، طبعا للاسف السنه الماضيه كان في نسبه حوادث كبيره والاخص منها اللي هي السرعه من الشباب، حاليا لا اختلف الوضع. في الاونه الاخيره كثرت الحوادث وسببت اشغال الاوادم كلها بالتلفونات وعلى الواتساب وذي وما يروم ذي، ومن حطوا الحمد لله الكاميرات في جميع مختلف مناطق مملكه البحرين الحمد لله حدث من حوادث السيارات. اضافه نوعيه اثبتت كفاءتها وجدواها في تضييق الخناق أكثر على كل مستهتر لحرمة الطريق وللعابرين فيه، لا يزيد على 40 دورية حديثة كل منها مزودة بسبع كاميرات موزعة على جميع أروقة السيارة تستطيع فك ارتباط أي معلومة تتعلق بجميع أنواع المخالفات التي أثقلت كاهل قانونية المركبة لتسير مترقبة تلازمها المخاوف بحصول ما كان متوقعا، مخالفة من العيار الثقيل. هذه عليه 13 مخالفة غير دي، انها اللي عندها أزيد من 10 مخالفات بعد تشيك السيارات المطلوبة من ناحية رخصتها منتهية اللي هو المالك مو بالسايق، المالك ونوقف السيارة ونتأكد إذا كان المالك هو موجود داخل السيارة ناخذ مع اجراء ان رخصته منتهيه. قافله كاميرات المراقبه المروريه المنصوبه على الطرق السريعه والحيويه التي ينوف عددها عن 50 كاميرا جاءت للحد من التجاوزات المفرطه للسرعه لتبشر بعوائد ايجابيه بانت بعد تفعيلها.
ما إن تراودك نفسك ركوب بساط الريح السريع عبر مركبتك التي تظن أنها بمنأى عن أعين كل مراقب، حتى تتفاجأ بأنك قد وقعت في شباك عين الصقر من الكاميرات التي تحتويها هذه الدورية الذكية من كل جانب، سجلك بالكامل في متناول محيطها. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.